أنسي أمل. الله ما أنسي والدي. نعم أستاذ. يا ريت تجي لعندي شوي. حاضر أستاذ. بذمتكم هذا صوت وذاك صوت. اليوم اوتوكاد الاولاد معطل، مشان هيك يمكن اضطر هلا اروح على مدرسه الاولاد وصلهم على البيت. على راحتك. في كمان شويه قرارات مهمه بدها تجيني، يمكن ما قادر ارجع، اذا ما رجعت يا ريت توصلي لي اياهم على البيت وانا كتبت لك العنوان. انا ما بروح على البيوت. بس هي قرارات مهمه ولازم اطلع عليها. واذا مهمه؟ اذا مهمه لهالدرجه بتخلي درويش يجي لعندي على البيت وانا اليوم بستلمهم. وانا هيك رح ساوي. بدك شي؟ لا سلامتك. قلت له لهداك الافندي جفصة ما اقتنع، وانا منين بدي لاقي وحده غازله قدام مرتي انا؟ لقيتها. هذا بزمانه وقت كنا صغار، كنا ساكنين بنفس الحاره انا وبنت خالتي. ايه هي كانت مع اهلها، هي كانت تموت علي وانا ما طيقه، تتحركش فيي بحجة لعبة طميمة تنكشني، أنا ما رد عليها. دب أدي دب وأنا ما رد عليها. بعدين صرت حبها، لما بلشت أنا حبها قمت تجوزت. قمت رحت أنا تجوزت. وهي مرتي ما بتحبها، معناتها أحسن وحدة هي. هلا مطلقة وبروب غازلها، التقيت. بنت خالتي. لا ابوك ما بيهرب، ابوك بحب شغله كثير، لهيك حطه مدير. ايه هو لانه مدير قدر يهرب، مين بده يقول له ليش هربت؟ ليش هربت؟ ليك الوقاحة. هلا يلي بيقول الحقيقة بصير وقع، شو هالديمقراطية يلي عندك؟ خلصنا سليم، خلينا نعرف نتغدى. لا ما خلصنا، حقه سليم يعرف ليش ابوه طلع بكير من الدوام. اقول له. ايه رح اقول له. شوف بابا، أنا اليوم أخذت إجازة ساعتين، كان عندي شغلة ضرورية. قضيت شغلتي بساعة وزاد معي ساعة، هالساعة زيادة شو بدي ساوي فيها؟ قلت بمر باخدكم من المدرسة. إجازة ساعتين؟ ايه امي، في هيك إجازات للموظفين. شو بكون أخدتوا الشغلة جاد؟ أنا كنت عم بمزح. ايه يلا بلش كله شوف. ايه بابا، شو هي الشغلة الخاصة يلي أخدت إجازة مشانها؟ ايه لا سليم، هيك زودتها، ما بصير تحكي هيك مع أبوك، أنا مرته ما سألته. لا لازم يسألني، بده يطمن على أبوه، بلكي مرافق حدا غير مرته لا سمح الله. هلا بتكون تتغدوا ولا شيل الأكل؟ هذا اللي همك؟ ايه طبعا، هلا إذا برد بتقلي قومي سخني. لا كلي أنت قبل ما يبرد. وأنت؟ بحبه بارد أنا. عجبك؟ هي أبوك بطل ياكل بسببك. ليش أنا شو ساويت؟ حدا بيسأل أبوه هيك أسئلة سليم؟ مو معقول. كنت أقول إن حاطة إيديها ورجليها بمي باردة لأنه كان عندي عقدة. طب هي العقدة انفكت. شو اللي مخلي رجليها بالمي الباردة ما بعرف. لا والألعان إنه بقينا بلا غدا. ولي اجيت. فيك تفهمني ليش قمت عن الأكل؟ مالي جوعان. ما أكلت لتشبع؟ متغدي برا. إمتى؟ اليوم لما أخذت إجازة قبل ما أروح أجيب الأولاد رحت تغديت وكان معي حدا. أكيد تحكي من الأول. لك ما سألتني مين كان معي. شو غيرت رأيك وجاي تاكو؟ مو قلت لك متغدي برا؟ مع مين؟ اسكت ولا كم مرة قلت لك ما بتسأل أبوك هيك أسئلة ما فهمت؟ لا خليه يسأل، أحسن إذا بيضل يسأل، أنا بحب اللي بيسألوا أصلا. صحيح هنا، أنا اليوم دريت إنه بنت خالتي مريضة ولازم نروح نشق عليها. أي وحدة منهم؟ ليلى. إيه الله يشفيها، روح لعندها وخذ لها معك بوكي ورد. يعني ما بدك تروحي معي؟ لا. ليه؟ يعني ما بتعرف ليش؟ ما بقدر أروح لحالي. تستحي؟ مع الأساس هي الربيان أنت وياها سوا ويا مركبتوا بالمراجيح سوا. معناتها بتغاري منها أنت. لا مو قصة بغار، بس كل ما بتيجي لهون ما لها شغلة غير بتتذكر لما ركبنا بالمرجوحة سوا، بتتذكر لما ركبنا على الجحش سوا، بتتذكر ما بعرف شو. ايه هلكتني بهالقصة، ما لها غير هالقصة، بتتذكر بتتذكر، اصلا جوزها ما طلقها غير من ورا هالقصة.
معناتها بتغاري منه. لا ما ابغى، بس انا ما بحب لا حكي ولا قعدتها. اذا بدك تروح تشق عليها روح، ماني ماسكتك. اصلا لو كنت بغار ما بخليك تروح لعند بنوك. ايه بس لازم تروحي معي مشان الجيران. انو جيران؟ جيران بنت خالتي. شبو؟ ما بحبوا يشوفوني وانا فايت لحالي، بتعرفي هي مطلقه وعايشه لحالها، بعدين بيحكوا علي، انا ما بحب حدا يحكي علي بالعاطل. امري لله، رح روح معك وتحمل غلاظه بنت خالتك. وانا كمان رح اقوم اكل، مو حلوه روح لعندها جوعان. ليلى! بنت خالتي يا؟ ايه شبان؟ مبين انه ما في حدا، حاج بقدق. بجوز نايمي هلا بتفتح. ايه ما في حدا. ليلى! مين بدك عمو؟ بدي بنت خالتي ليلى. يا ريتني ليلى والله مو هون. وين لك؟ سافرت على الهدية. من ايمتى؟ من شي ساعة. وانت شو عرفك؟ ايه وقفت للسيارة. ماشي، هدول شو بدنا نساوي فيهم؟ خليهم معي تجي ارجع. خليهم معها؟ سيك شمشمو يلا احي. معناتها طابت. اي الحمد لله. شو رايك نروح لنا لشي محل؟ اي منروح. تفضلي. ايه تفضلي. شرفي. تفضلي. حيط. اهلين مدام، اذا بتحبي تعدي معنا اهلا وسهلا. ما في حاكم ما في محلات بالمره. اهلا وسهلا، تفضلي. اهلين. اهلين مدام، اهلا وسهلا. اهلا فيك. هناء زوجتي. اهلا وسهلا. انا اسمي جميل. تشرفنا. اسم على مسمى، انا جميل بطير العالم. اهلا وسهلا. عفوا، انا جميل وبحب الجمال. الله يبعث لك مثل ما بتحب. مرسي مدام، هذا من ذوقك. عفوا، ما تعرفنا؟ حسناء. يا سلام، حسناء اسم على مسمى، كلك حسن وذوق. شو هالحسن هذا؟ وشو هالذوق؟ وشو هالطن؟ أرجوك. عفوا، معك حق، هن دائما الحلوين حساسين بيبقوا شوي. تفضلي لهوي، تفضلي. استنى فنجاني. لهوي عفوا، يعني أنت ما بتشربي قهوة مرة بعرف، لأنه الحلو ما بيشرب إلا حلو. بس حطي شفايفك على الفنجان بيصير أحلى من القطر. شفتي ما وقعها؟ ما قصرت فيك جميل، وحدة لا بتعرفها ولا بتعرفها. ليش بقى الحكي ما مطعمي؟ قومي على البيت، قومي. بدي روح طالع لبرا. ما في طلعة، عود كمان لدروسها. شلون ما في طلعة؟ اي يعني وين بدي اعملها؟ بالتخت؟ شو هاي؟ لا اطلع اعملها بس لا تطول. ما بطول، صعب اللي كتير. تعملي تحتك. بعرفك فايق. قوم. امتى اجيتوا؟ هذا الفيلم تبع الفيديو مين طالعه؟ طلع لحاله. مين حطه بالفيديو؟ حط لحاله. مين شغل الفيديو؟ اشتغل الفيديو لحاله. طارق!
صار له زمان أرجيلي عم تفرج على التلفزيون؟ هلأ طلع. بتقوم على غرفتك لحالك مشان ما أدحك كف لحالك. السلام عليكم. شكر الله وسعيكم. كم مرة قلت لك لا تحط أفلام الرعب بين إيدين الأولاد؟ ما بقى فيه نكشه أنا مخبيه وكاتب عليه أنا برنامج ثقافي. إلى آخر جاك. وحدة لا بتعرفه ولا بتعرفك، لشو بقى كل هالمجاملات وهالغزال؟ ما بقدر هنو، أنا ما بقدر أشوف وحدة حلوة بدون ما أعبر لها عن إعجابي بجمالها. فهمنا، حكيت لك كلمتين والمخلوقة بلعتهم، لشو كل هالقد؟ يعني عديم وقع بسلتين. لك مو هالأساس إنه أنت بتحبي الرجال الجنتلمان اللي لسانه حلو وحكياته حلوين وله 11 شطلة بحركه، مو هدول الرجال اللي على الأساس تحبيهم. إي صحيح. بس مو هيك من الباب للطاقة، أي وحدة بتشوفها بتنزل فيها مجاملة. صحيح في نسوان بتحب تتجامل مثل رفيتي سناء، كل ما جاملتها كل ما انبسطت أكثر، بس في نسوان مثل حسنة اللي لطشتك كف ما بتحب. فلازم تدير بالك جميل، لازم تعرف مين عم تجامل قبلها، قبل ما تطالع الدرة اللي أنت دافنها. وبعدين ما هيك، لك أنا مالي مقهور من الكف، مقهور من هلا اللي ما فرقت معه إني عم جامل حسنة ولا غيرها. بسيطة. ماشي. أنا بفرجيك، أنا بدي أفجره للصمام. إيه أنا؟ ليك عم طلعي فيه؟ وين؟ لجوا؟ بالله شو؟ شو الشغلة فوضى؟ طولي بعرضي مو شايفتيني؟ لا، عسلامتي، مين حضرتك؟ أنا سكرتيرتي المدير، وإذا بدك شي من المدير بتقلي لي إلي أنا وأنا بفوت بخبره بيستقبلك. إيه لا، ما بك شي، وذوقه لجميل كتير حلو هالمرة، عارف مين ينقي. قلت لك عمّا شو حلوة. أرجوكي مدام، أنا ما بحب أسمع هيك حكي. ما قلت شي، قلت إنك حلوة وبعتقد إنه أنا ما عم بكذب. ممكن تقولي شو بدك باختصار؟ بدي أقابل الأستاذ جميل. شو بدك من الأستاذ جميل؟ استاذ جميل جوزي. الاستاذ جميل جوزي؟ ايه، بشحمه ولحمه. حتى لو كنتي مرته يا مدام لازم خبره، بركي ما بيحب يقابلك. بلشي. عفوا يا مدام، انت زوجته بالبيت، هون الموضوع مختلف. عم تحكي جد؟ طبعا. ايه، اذا هيك فوتي قولي له الاستاذ جميل زوجتك هنا برا وبركي ما بيحب يقابلها لهنا. انا هنا. تفضل ارتاحي. شكرا. تفضلي. شكرا. حلوه. في وحدة ست برا عم تقول إنها زوجتك وبدها تفوت لعندك. زوجتي؟ هيك عم تدعي. خليها تفضل. حاضر. شو جابها لهو؟ تفضلي. مرحبا جميل. أهلين هنو، لك شو هالمفاجأة الحلوة هي؟ مفاجأة حلوة وبدي إذن لحتى أدخل لعندك. معلشي بس وردة ما بتعرفك لأنه. وردة؟ قصدي الأنسة وردة السكرتيرة الجديدة. حلوة ما مو حلوة؟ هالمرة عرفت تنقي مو مثل هذيك السكرتيرة. يعني حلوة شفتيها؟ حلوة بعقل؟ ايه بتطير العقل. ألو؟ ألو؟ شو صوتها حنون؟ ألو؟ أنا آسفة أستاذ جميل إنه عم بحكي معك على البيت، بس في مراجعين كتير عم ينتظروك، يعني يستنوك؟ لسه الساعة 12. على فكرة الأستاذ وسيم مرق لعندك واستناك بالمكتب، ولما ما أجيت راح، قال بيحكي معك التليفون. يلا عم يستنوك. مع السلامة. طمنوا المدير جاي؟ لا. عليه. لا ما بحبه العكي على التليفون انا. لا بس ضلي اشربي مي. كثير اشربي. كم كاسه شربتي اليوم؟ ساويهم 9 مشان ما تدبل الورده. مو بس انت، وانا كمان اشتقت للمكتب. حلوه مني. حبيتها. لا. لك عيب ما بحب بين نكات انا. ماشي. ايه الله معك.
مع السلامة. حتى بالقفلة يا حريق. والله خلص كلوية. الله معك، باي. اوكي اوكي، ما بتأخر ان شاء الله. اوكي اوكي، باي باي. لا معلش، محضورة ما بقدر. خلص وصلي. يلا باي. الله معك، مع السلامة. هاي وردة، بقصد السكرتيرة وردة اللي عندي بالمكتب الجديدة الحلوة. باي، انت مو بس وردة مفتحة، ومنفتحة كمان كتير. أكتر ما بتتصوري، مو بس منفتحة وأوكي وعلى الموضة وحكياتها بيطيروا العقل. نكتية عندك النكتة بتخلي الواحد يغشى، ما شفتيني رح أغشى قبل شوي. ايه الحمد لله اللي صار عندك سكرتيرة مثل العالم والخلق، مو مثل الأمل يبعت العمة على الموديل. بس بتعرفي أنا مع هاد عم فكر رجع أملها. معقولة ترجعها؟ يعني هي صعي وردة أحلى، بس أضمن إذا رجعت أمل. هي وردة لا شك أوعية أشيك، وشها أنضر، وعيونها أغزل، وشعرها أسبل، وحكياتها أظرف، وحركاتها أنغش، بس بتخوف. شلون بتخوف؟ يعني بتخوف ليقوم عيونها الدباحة، ووشها الحلو قامتها الممشوقة، وحركاتها النغشة يغروني، قوم أضعف قدامهم ويصير شيها. لا تخاف، ما رح يصير شي، أنت آدمي وبعرفك ما رح تعملها، خليها لا تنقلها. هلا هذا هو رأيي. ايه حبيبي، هذا هو رأيي. ايه رأيي حدا؟ حكيتوا شي ليزعل؟ ايه ما حكيتوا شي.